بحلقة Property Yours اليوم رح نعرض أبرز العقارات المبنية. البعض منا قطع معنا بحلقات سابقة والبعض الآخر رح منشوفها سوا لأول مرة. إذا حابين تختاروا شقة سكنية صغيرة كبيرة أو متوسط الحجم ما إلكن إلا تتابعوا هالبست أوف اللي رح يزودنا بكل التفاصيل. إذا عم تفتشوا على شقة سكنية بمنطقة كتير مرتبة وشارع كتير رايق ما إلكن غير أدما 297. أدما 297 مشروع بناية مؤلف من 7 شقق سكنية للبيع، كل طابق شقتين، في شقق مع تراس وآخر طابق شقة واحدة. الشقق بمشروع أدما 297 بمراحلهم الأخيرة، مساحاتهم من جوا 217 متر مربع، مؤلفين من ريسبشن أرياز، مطبخ مع الميد روم وثلاث غرف نوم، واحدة منهم ماستر. كل شقة من جوا بتتميز ببلاتر خام، هيتر على الميزوت، ديكور جفصين، ومطبخ بيتسلم حسب طلب الزبون. آخر طابق بيتميز بشقة وحدة مساحتها 250 متر مربع، تابع لإلها تراسات داير من دار بمساحة 190 متر مربع، واللي بيميزهم أكتر وأكتر إنه وصلهم كهرباء، مي وإنستليشن للهيت. شقة ببناية أدما 297 بمراحلها الأخيرة وجاهزة للتسليم. في شقة أفيلابل مع تراس بمساحة 100 متر مربع، underground parking لكل شقة من بوابة على الريموت كنترول و storage room، 217 متر مربع بأدمة مع view كتير مميز صوب البحر وصوب الجبل. حالياً starting price 2600 دولار بالمتر. بمنطقة عجلتون بكسر وين عم نتعرف على فيلا عمرها 15 سنة للبيع. الفيلا مساحتها 915 متر مربع سكن ومعمرة على أرض بمساحة 1800 متر مربع. الفيلا من 4 طوابق، أول طابق مؤلف من شقتين مستقلين عن الفيلا وكل شقة إلا غرفتين نوم. المدخل الرئيسي للفيلا هو من ثاني طابق، يتألف من ريسبشن أرياز، دايننج روم، مطبخ وغرفة نوم وحمامة. وثالث طابق مؤلف من ثلاث غرف نوم. تتميز الفيلا بمدخلين أساسيات للباركينج من بوابة على الكهرباء، تراسات واسعة داير من دار، برايفت جنريترز، بالإضافة لجست هاوس منفصل عن الفيلا مساحته 400 متر مربع. 915 متر مربع سكن لفيلا مؤلفة من 4 طوابق مع هيدروليك إليفيتر، معمرة على أرض بمساحة 1800 متر مربع، 2 برايفت جنريترز، بالإضافة لجست هاوس مساحته 400 متر مربع، حالياً ب 3 مليون و 800 ألف دولار. بمنطقة جل ديب بقنايا وتحديداً بمشروع الأزور فيليج حلمكن حيصير حقيقة. دقيقتين من أوتوسترات جل ديب بتوصلكن على موقع مميز مطل على بيروت على البحر وعلى الجبل بنفس الوقت. مشروع الأزور فيليج مؤلف من ثلاث بنايات شقق سكنية وثلاث بنايات تاون هاوسز دوبلكس شبه برايفت. شو تفاصيل هيدا المشروع؟ منشوفن سوا. الكومبينيشن بين الصخر والخشب واللاندسكيبينج عاطي المشروع طابع هندسي بتميزه عن غير مشاريع. أزور فيليج أندر كونستراكشن والتسليم بآخر سنة 2014.
195 متر مربع بتتضمن 3 غرف نوم، وال235 متر مربع بتتضمن 4 غرف نوم. بلاط رخام بالأرض تليانة بقياسات كبيرة، حمامات فخمة مجهزة بأكسسوار أوروبي، شاترز على الكهرباء، تجهيزات اير كونديشن من ضمن الشقة، مطبخ بيتسلم حسب طلب الزبون، وكل شقة تابعة لها ستورج روم تحت الأرض. أزور فيليج مشروع بمواصفات عالية، هاي اند فينيشينج بأداء التفاصيل، لوكيشن بيتميز بفيو 360 درجة ما بيتسكر عليه، هل جيتد كوميونيتي إلا سيكيورتي 24/7، كل شقة تابع إلا 3 أو 4 أندرجراوند باركينج، بجل الديب بقنايا شقة للبيع ب 195 متر مربع و 235 متر مربع، أو تاون هاوس دوبلكس ب 280 متر مربع أو 350 متر مربع، حالياً ب 2100 دولار المتر والتسليم بآخر سنة 2014. لي جاردان دو بيادة، بروجي جديد فخم كتير أندر كونستراكشن بمنطقة البيادة، مؤلف من 2 بلوك. بلوك A مساحات الشقق فيه 455 متر مربع كل طابق شقة، والبلوك B مساحات الشقق فيه 405 متر مربع وكل طابق شقة. شو مواصفات هيدا البروجي؟ منشوفن سوا. بروجي لي جاردان بيقع على خط البيادة الرئيسي، وبيتميز بوجود 1000 متر مربع حدايق خضراء بتوصل لاثنين بلوك مع بعضهم، بالإضافة للبلكونات على كل طابق يلي بيعطيه حياة طبيعية للفساد. كل شقة لها اثنين ريسبشن ارياز، وحدة داينينج، وحدة ليفينج روم، وأربع غرف نوم، اثنين منهم ماستر. كل شقة لها ستورج روم مساحته 20 متر مربع وأربعة أندرجراوند باركينج. لي جاردان دو بيادة ستارتينج برايس 3000 دولار بالمتر والتسليم آخر سنة 2014. شقق سكنية للبيع بمنطقة الويزة بعبدة بقلب بناية فخمة مؤلفة من 5 طوابق، كل طابق شقتين، شقة 190 متر مربع مؤلفة من 3 غرف نوم، وتاني شقة 200 متر مربع مؤلفة من 3 غرف نوم مع تي في روم بالنص. مواصفات كل شقة بتتضمن بلاط رخام بالأرض، ديكور جافسين، تجهيزات لإير كونديشن وهيتر على الميزون. الشقق ببناية الويزة بمرحلة التسليم، كل شقة تابع لها 2 باركينج واندرجراوند ستورج روم. تتميز كل شقة بفيو صوب الجبل وصوب البحر ما بيتسكر عليها. بالويزة 190 متر مربع أو 200 متر مربع بثلاث غرف نوم، حالياً ستارتينج برايس 2400 دولار بالمتر. Luxurious duplex apartment للبيع بمنطقة المطيلب، وتحديداً بشارع مدرسة جيسوس أند ماري. هالأبارتمنت موجودة على الجراوند فلور لهالبناية يلي عمرها 8 سنين. مساحة الشقة من جوا 500 متر مربع، تابع لها جنينة بمساحة 200 متر مربع. أول طابق من هالديوبلكس مساحته 300 متر مربع، مؤلف من 3 ريسبشن ارياز كبار، مطبخ وميدروم. تابع له 2 غرف نوم، واحدة منهم ماستر. تاني طابق من الديفلكس مساحته 200 متر مربع، ألف من تي في روم،
وثلاث غرف نوم، واحدة منهم ماستر. 500 متر مربع بالمطيلب، خمس غرف نوم، اثنين منهم ماستر، كيتشينات ولاندي روم على تاني طابق، بالإضافة لجنينة مطلة على فيو مميز، حالياً للبيع بمليون دولار. بتواصل أسعار العقارات بالعاصمة البريطانية لندن تسجيل مزيد من الارتفاعات بالأسعار مدفوعة ببرامج حكومية وبمشتريات الأجانب ومن بين المستثمرين خليجيين بعدهم عم بيتدفقوا على بريطانيا، خاصة بعد تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية بالعديد من الدول العربية. وأظهرت أحدث الأرقام ارتفاع أسعار العقارات بمدينة لندن ب 10.2% خلال شهر واحد فقط، ليرتفع بذلك متوسط أسعار المنازل بالعاصمة البريطانية بقرب 881,000 دولار. وأصبح متوسط سعر المنزل العادي بالعديد من مناطق لندن بيتجاوز مستويات المليون دولار. أما على الصعيد السنوي، سجلت منطقة وسط لندن ارتفاع بنسبة 11.3%. مشاهدينا بدي اشكركم لمتابعتكم الدائمة لبرنامج Property Yours. أصداء كتير حلوة عم نتلاقيها منكم مش بس من لبنان. Property Yours تأثيره عم بيكون كتير مهم بتشجيع المغتربين اللبنانيين للتملك بلبنان. خليكن عم تتواصلوا معنا عبر الأرقام اللي عم تقطع على أسفل الشاشة وعبر info@propertyyours.com. وللمزيد من المعلومات خليكن عم تتابعونا على propertyyours.com وعلى فيسبوك، كما هو فيكن ترجعوا تحضروا إعادة لحلقاتنا على mtv.com.lb/programs لتعرفوا شو في عقارات جديدة وأهم المستجدات بالقطاع العقاري بلبنان. تابعونا بحلقة بكرة وبنفس الوقت. مساء الخير.